السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم امتحان اللي هو اختبار الموحد المحلي على صعيد المؤسسة السنة السادسة من التعليم الابتدائي، واللي كيخص مادة النشاط العلمي، وهذا غادي يكون نموذج رقم 2، لأنه درت معكم نموذج رقم 1 في القناة. اللي باقي ما شافوش يدخل لا ديسكريبسيون، غادي يلقى اللين ديالو، يدخل ويتفرج الفيديو إن شاء الله غادي يفيدوه داك التمارين اللي كاينين في اختبار الموحد المحلي نموذج رقم 1. عندي هنا 4 ديال الانشطه. بطبيعه الحال انا ميزت في الامتحانات داك المجالات، يعني مجال العلوم الفيزيائيه ومجال علوم الحياه والارض، يعني خليت الانشطه هكاك، نشاط رقم 1 2 3 و4. اذا نبداو بالنشاط رقم 1. عندي لاكتيفيتي اون فرونسي عليها نقطه ونصف. كيسيون سيت 3 فاكتور كي نويز او سيستيم نيرفو، يعني غادي نذكروا هنايا ثلاثه ديال العوامل ولا ثلاثه ديال المؤثرات اللي كتاثر سلبيا على الجهاز العصبي ولا كتدمر الجهاز العصبي. ثلاثه ديال المؤثرات نذكروا، مثلا ممكن نديروا التدخين فيمي، ياك ممكن نذكروا عاوتاني كذلك نزيدوا لوتيليزاسيون يعني الاستعمال، لوتيليزاسيون اكزاجيري الاستعمال المفرط ديالاش، الاستعمال المفرط ديال لي زيكرون ديال الشاشات، دي زيكرون الكترونيك صافي، الشاشات الالكترونيه صافي، استعمال المفرط ديال الشاشات الالكترونيه من طبيعه الحال غياثر لي على عيني، ياك، ومن طبيعه الحال من بعد غياثر لي على الجهاز العصبي عبر قله التركيز، غادي يكون كذلك السهو، غادي يكون كذلك الاحساس بالدوران الى غير ذلك. اذا هو يؤثر سلبا على لو سيستيم نيرفو، على الجهاز العصبي. هنا عاوتاني ليتيليزاسيون عاوتاني اكزاجيري utilisation exagérée يعني استعمال مفرط ديالاش، دي زيكوتور. شنو هما لي زيكوتور؟ هما لي زيس، يعني كتستعملهم بكثره او لا كيستعملوا لي كاسك باش تسمع الموسيقى ولا بتسمع شي حاجه. الا استعملتيهم بزاف من طبيعه الحال غادي ياثروا لك على ودنك، وديك التاثير على الاذن غادي يبقى ينقص لك السمع، وكذلك ديك الذبذبات الصوتيه كياثروا كذلك على الجهاز العصبي عبر مثلا كتولي كتحس بالدوخه، كذلك كتولي مثلا التركيز كينقص لك، الاحساس بالم او صداع في الراس الى غير ذلك. اذا هذا ثلاثه ديال لي فاكتور اساسيين، وكاينين دوطخ فاكتور كينويز لو سيستيم نيرفو اللي كيأثروا او كيدمروا للجهاز العصبي للانسان. ندوزو الان لنشاط رقم 2 اللي عليه جوج ديال النقط. حدد نوع التغير في كل حالة بكتابة تغير كيميائي او فيزيائي او تغير فيزيائي. اذا عندي ثلاثة او اربعة ديال الحالات، كل حالة غادي نكتب نوع التغير. بطبيعة الحال هنايا خصنا نعرفوا الفرق ما بين التغير الكيميائي والتغير الفيزيائي. التغير الكيميائي هو تغير غير انعكاسي، وانا غنشرح لكم شنو هي غير انعكاسي، وهنا تغير فيزيائي هو تغير انعكاسي. اذا بما انه تغير غير انعكاسي، يعني تغير لا يعود الى حالته الاصلي، يعني الا كانت الى تغيرت الحاله من حاله الى حاله كتبقى على ذاك الحاله، ما يمكنلهاش ترجع للحاله الاصليه صافي. هذا هو التغير الكيميائي، التغير غير الانعكاسي. مثلا واحد التفاحه ولات متعفنه، واش يمكن لها ترجع كما كانت؟ من طبيعه الحال. اذا هو تغير كيميائي. بالنسبه للتغير الفيزيائي العكس، يعني تغير انعكاسي يمكنه ان يعود الى حالته الاصليه. مثلا تجمد الماء، الماء تجمد. مثلا تجمد الحليب، الحليب كان سائل ولا في الحاله الصلبه. باش نستهلكوه من طبيعه الحال خصنا نرجعوه الى الحاله السائله، يعني هو تحول فيزيائي انعكاسي. غندوزو للتحولات اللي عندنا هنايا. انكسار الزجاج، الزجاج إذا تكسر واش يمكن يرجع للحاله الاصليه؟ نعم يمكنه العوده الى الحاله الاصليه. اذا هو تغير فيزيائي صافي. اذا انكسار الزجاج تغير فيزيائي ماشي كيميائي. تسوس الاسنان هو تغير كيميائي. لماذا؟ لانه لا يمكن لتلك الاسنان ان تعود كما كانت. تجمد الماء كيكون في الحاله السائله كيولي في الحاله الصلبه، وبالتالي يمكنه ان يعود الى حالته السائله عن طريق التسخين. اذا تجمد الحليب هو تغير فيزيائي. هنا احتراق الخشب داك الخشب غادي يولي لنا على شكل رماد، واش يمكن له يرجع على شكل خشب؟ طبيعة الحال لا. اذا تغير كيميائي لا يمكنه ان يعود الى حالته الاصليه. اذا تسوس الاسنان
وتجمد او لا عفوا تسوس الاسنان واحتراق الخشب تغير كيميائي غير انعكاسي ياك. وبالنسبة للفيزيائي يعني انكسار الزجاج وتجمد الماء وتغير انعكاسي صافي، يمكنه ان يعود الى حالته الاصلية. ندوز الان السؤال الموالي اللي هو سؤال ثلاثة صافي، او النشاط رقم ثلاثة. النشاط رقم ثلاثة عندنا عليها جوج نقط، اتمم بكتابة اسماء مكونات الجهاز العصبي عند الانسان. وهنا كنتكلموا فقط على مكون من مكونات الجهاز العصبي، لان الجهاز العصبي كيتكون من ثلاثة ديال المكونات اساسية، وهي الدماغ، زيدوا عليها النخاع الشوكي، ثم الاعصاب. الدماغ كاين على مستوى الجمجمة، بالنسبة للنخاع الشوكي على مستوى العمود الفقري، وبالنسبة للأعصاب كاينة في جميع أنحاء الجسم. إذا هنا هذا المكون اللي كنتكلموا عليه ديال الجهاز العصبي، فقط هنا كنتكلموا على الدماغ. إذا هنا الدماغ، إذا الدماغ بدوره يتكون من ثلاث مكونات، المخ ياك، والمخايخ، المخايخ، والبصلة، البصلة السيسائية، السيسائية صافي. اذا هذه ثلاثه ديال المكونات اللي كتكون الدماغ، اللي هو بدوره مكون من مكونات الجهاز العصبي. نذكر مكون اخر، عندنا النخاع الشوكي ياك، وعندنا كذلك الاعصاب. هذه كتذكير، هذا ما مطلوبش في التمرين ولكن كتذكير. الاعصاب كاينه في جميع انحاء الجسم، بالنسبه للنخاع الشوكي كاين في العمود الفقري، بالنسبه للدماغ كاين في الجمجمه صافي، الجمجمه. فهمنا هذا كتذكير وكاضافه مفهوم، اما هو المطلوب فقط انك تملا الفراغات. ندوزو للنشاط رقم ثلاثة او النشاط رقم أربعة والاخير، اجب بصحيح او خطا. اذا هنا العباره الا كانت صحيحه غادي يكتب صحيح، اذا كانت العباره خاطئه ساكتب خطا. العباره الاولى، الحساسيه الشعوريه هي الشعور باحساسات متعدده ومختلفه. اذا الحساسيه الشعوريه هي الاحساس بواحد الاحساسات او الشعور بواحد الحوايج اللي هي متعدده ومختلفه. اذا هذه عباره صحيحه، اذا صحيح. خلال التحول الفيزيائي تتغير الماده من حيث تركيبها. اذا بالنسبه للتحول الفيزيائي، واش كتغير الماده من حيث التركيب؟ بطبيعه الحال لا، خلال التحول الفيزيائي لا تتغير المادة من حيث تركيبها. إذن هذه العبارة خاطئة، إذن خطأ. عبارة الموية، الأكسجين ضروري لحدوث الاحتراق. نعم، الهواء أو الأكسجين ضروري لحدوث الاحتراق، لأنه في عدم وجود الأكسجين لا وجود للاحتراق. إذن خطأ، عفوا، إذن نعم صحيح، هذه عبارة صحيحة. يتكون الدماغ من مخ ومخايخ وبصلة سيسائية. نعم صحيح، هذه شفناها في السؤال اللي قبلها، هو المخ، المخايخ والبصلة السيسائية هي مكونات الدماغ. المخ لا يتدخل في التحركية الإرادية، هذه عبارة خاطئة، خطأ، لأنه المخ يتدخل بالضرورة في التحركية الإرادية. لأنه أنا مثلا باش نكتب ستيلو عندي هنايا، بغيت نهزو وغنكتب، إذا هذه تحركية إرادية، بإرادتي أنا هزيت هذا الستيلو، يعني هي تحركية إرادية وتمت عن طريق المخ. إذا المخ هو اللي رسل الرسالة عبر العصب الحركي الى اليد، فاليد هز ذاك السيلو وبدا يكتب. اذا هذه العباره صحيحه. العباره المواليه والاخيره، تتحكم الباحه الحركيه اليمنى في حركات النصف الايسر للجسم. وهذه عباره صحيحه، نعم. لماذا؟ لانه عندنا في الدماغ ديالنا جوج ديال الباحات حركيه كتحكم في الحركه ديال الجسم، يعني الحركه ديال النصفين ديال الجسم، بالنسبه لليد والرجل اليمنى، وبالنسبه لليد والرجل اليسرى. عندنا الحركات شنو اللي كيتحكم فيهم؟ هي داك الباحات الحركيه اليمنى واليسرى. عندنا في الدماغ ديالنا باحه حركيه يمنى وباحه حركيه يسرى. الباحه الحركيه اليمنى كتحكم في النصف الايسر، والباحه الحركيه اليسرى كتحكم في النصف الايمن صافي. اذا هنايا تتحكم الباحه الحركيه اليمنى في حركه النصف الايسر، بالنسبه لليسرى كتحكم في حركه النصف الايمن صافي. اذا وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص الاختبار الموحد المحلي على صعيد المؤسسه للسنه السادسه من التعليم الابتدائي. حظا موفقا للجميع، كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.